مزيدة لي عنا مزيدة عنا مزيدة والله توحشتكم برشا برشا توحشت نطلوا على بعضنا ونحكيوا زيدة بلوتو مع بعضنا من الإذاعة الأولى في الوطن القبلي. إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير, إن شاء الله نسمع عليكم كان الأخبار الطيبة يا ربي. كان زيدنا شوية في الكاسك سيد المخرج هكا الأمور صحيت هكا الأمور عال العال شنو أحوالكم يا سيدي؟ هيت خلينا في متابعة لسير العملية الانتخابية اللي تجرى اليوم, المتابعة متواصلة شوي آخر باش يكونوا معنا مراسلين من الداخل والخارج كذلك خارج حدود الوطن. اليوم تونس تنتخب تونس تختار, نرجع نشوفوا آخر المستجدات لمتابعة سير عملية الاقتراع. البداية باش تكون مع آخر التصريحات, اخترت أنه يكون تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري اللي صرح من بكري شوية ما عندوش برشا تصريح وأكد عدم تسجيل إخلالات بمراكز الاقتراح بولاية بنعروس أريانا تونس واحد اللي تمت زيارتها صباح اليوم وفي الخيمات البالغ عددها تقريبا 55 وتم تركيزها في المناطق اللي ما تتضمنش مدارس ابتدائية منها في منطقة فوشينة. حسب تصريحه خلال زيارة للقاعة المغطاة بنعروس مركز التجميع والفرز المركزي بالولاية, أضاف أنه مكاتب الاقتراح شهدت إقبال معتبر ومهم زادة في انتظار اعلان نسبة المشاركة والارقام الرسمية والاخيرة. هذا باش يكون ساعة ثانية ظهرا من بعد شوية تقريبا سويعة اخرى ولا سويعة اخرى تقريبا باش نقدموا لكم اخر الاحصائيات. اكد زادة انه مكاتب الاقتراع لم تسجل اي غيابات لاعوان الهيئة اللي تجاوز عددهم 42 الف عضو مكتب اقتراع. بالنسبة للي يسأل على الحضور اللوجستي بكل قاعات التجميع والفرز وتكوين كل الأعوان, أكد وأشار أنه هذا تم بتوفير في أحسن الظروف. مازلنا مش نتواصلوا أحنا في التصريحات وفي المتابعة كذلك باش ناخذوا مراسلينا من بعد شويه, باش تكون معنا نورهان, باش تكون معنا نزيه نصري, ملك الدوزي, اشرف وغيرهم من المراسلين. انتم زاده تنجموا تشاركوا معنا على الصفحه الرسميه والا على الارقام المتاحه على ذمتكم. طبعا احنا متواصلين معاكم. علولو توحشت مزيكتك برشا 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 برشا, ومتاكده انت توحشتني, هذا فيما لا شك فيه وفيما لا نقاش فيه ان شاء الله. اي سيدي البدايه باش تكون مع صوت الرائع لطفي بوشناقي الخضراء.